ثانيا لما انطلق سكن في سنة 2013 انطلق بالاستيراد، كانت فيه أزمات في الإسمنت، أزمات في الحديد، في الرابطان، أزمات في الخشب، أزمات في كذا، أزمات في كذا. اليوم نقولها ورأس مرفوع وفخور أن السكن الجزائري سكن جزائري 100%، فيش الرابطان الجزائريين، سيمو الجزائريين، بلاطر الجزائريين، سيراميك الجزائريين، البريك الجزائريين، باربان الجزائريين، واليد الايادي الجزائريه والحمد لله.